وهذه هي شريعة الله، وشريعة الله لا ندخل عقولنا فيها، لأن إدخال العقول طريقة أهل الأهواء. إذا بدأوا يعترضون على الشرعيات بالاختيارات العقلية والتقديمات العقلية، هذه طريقة أهل البدع. ولذلك وهذه هي شريعة الله، وشريعة الله لا ندخل عقولنا فيها، لأن إدخال العقول طريقة أهل الأهواء. إذا بدأوا يعترضون على الشرعيات بالاختيارات العقلية والتقديمات العقلية، هذه طريقة أهل البدع. ولذلك وهذه هي شريعة الله، وشريعة الله لا ندخل عقولنا فيها، لأن إدخال العقول طريقة أهل الأهواء. إذا بدأوا يعترضون على الشرعيات بالاختيارات العقلية والتقديمات العقلية، هذه طريقة أهل البدع. ولذلك وهذه هي شريعة الله، وشريعة الله لا ندخل عقولنا فيها، لأن إدخال العقول طريقة أهل الأهواء. إذا بدأوا يعترضون على الشرعيات بالاختيارات العقلية والتقديمات العقلية، هذه طريقة أهل البدع. ولذلك وهذه هي شريعة الله، وشريعة الله لا ندخل عقولنا فيها، لأن إدخال العقول طريقة أهل الأهواء. إذا بدأوا يعترضون على الشرعيات بالاختيارات العقلية والتقديمات العقلية، هذه طريقة أهل البدع. ولذلك وهذه هي شريعة الله، وشريعة الله لا ندخل عقولنا فيها، لأن إدخال العقول طريقة أهل الأهواء. إذا بدأوا يعترضون على الشرعيات بالاختيارات العقلية والتقديمات العقلية، هذه طريقة أهل البدع. ولذلك وهذه هي شريعة الله، وشريعة الله لا ندخل عقولنا فيها، لأن